يلا عبد الرحمن تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا على الترحيب. ابدا وصراحة اسعدتمونا وبكل امانة. طبعا احنا فريق وجزء بسيط من شباب مكة بكل صراحة احنا، ومكة طبعا تستاهل يعني. طبعا زي ما قال الاخ محمد عمر، احنا طبعا فريق دراجات هوائية. في الاصل احنا طبعا فريق رياضي ثقافي اجتماعي، ولأننا جزء طبعا من المجتمع فلذلك عندنا أعمال تطوعية. في نفس الفريق في فريق خارج من نفس فريق دراج مكة، فريق خاص بالأعمال التطوعية. يا سلام. الحمد لله أطلقنا هذه السنة مبادرة سميناها مبادرة الدراج الذكي. زي ما أنتم شايفين يعني أغلب الناس لما تقول له دراج يحس بدراجة وترفيع وزي كذا، وهذا لا، إحنا استغلينا هوايتنا بحيث اننا نقدمها في الاعمال التطوعيه. يا سلام يا سلام. طبعا ايش مهمه الدراج الذكي؟ هي ثلاث مبادرات في مبادره واحده. طبعا احنا كان تواجدنا في اطراف المنطقه المركزيه. الدراج الذكي يقوم طبعا بارشاد التائهين، يقوم بالاسعافات الاوليه طبعا، وفي نفس الوقت عنده في ظهره يحمل اللي هو بخاخ الرذاذ هذا، بحيث انه ايش؟ يرطب الجو اثناء الحر على المعتمرين. يا سلام يا سلام. إيه. يا سلام. وفي نفس الوقت ليش اخترنا الدراجه؟ لانه الدراجه وسيله مواصلات سريعه اثناء الزحام ووصولها للمنطقه المركزيه يعني في سهوله جدا. ونبغى طبعا ننقل الصوره هذه لجميع المتطوعين، سواء الناس اللي في الكشافه او الناس اللي في الاسعافات او اي متطوع طبعا بيدخل للمنطقة المركزية، خاصة أيضا يعني برضو أيضا أيام الحج إحنا بنشوف كثير من الكشافة بيمشوا على رجولهم مسافات طويلة. طبعا أنا راح أشرح لكم شرح بسيط وما بطول عليكم. هذه الدراجة زي ما أنتم شايفين هذه مجهزة عدة إسعافات أولية. الفريق طبعا ما ينزل إلا معاه اثنين من الدكاترة، اثنين من الكشافين، بحيث ينقلوا لبعض الخبرات. اي حاله طارئه الدراج يقوم مباشره بالتوجه الى اقرب منطقه فيها اسعاف. اذا الحاله جدا طارئه حيدخل الاسعاف ويتابع لين يوصل للحاله. اذا الحاله بسيطه حيجي دباب من الاسعافات الاوليه ينقذ هذه الحاله وتنتهي. طبعا اما بالنسبه طبعا لارشاد التائهين، ليش احنا اخترنا ارشاد التائهين؟ احنا نعرف انه كثير من الناس عندهم اجهزه ذكيه، لكن احنا بنواجه طبعا في المنطقة المركزية انه معظم المعتمرين خاصة كبار السن ما يعرف يستعمل الجهاز الذكي. صحيح. فلذلك كل دراج عندنا كان معاه جهاز ذكي، والحمد لله يعني الحمد لله كان في قصص. انا بس ما حاطول عليكم، بس انا اتمنى اسمع تحية للمصور عبد الله فراج. ليش؟ لانه المصورين عندنا في الفريق بيسووا ضعف يعني الجهد حقهم مضاعف، لانه احنا بنوصل بالدراجه. لا هم ما يقدروا يركبوا الدراجه، بيجوا بكاميراتهم وشنطهم ويوصلوا يعني، فصراحه جهد جبار. ونسمع منه طبعا الكاميرا نسمع منه يعني معروف يعني. شكرا اخوي. الله يحييك. صراحه ما اقدر اوصف لكم، ما شاء الله الشباب يعني قالوا لكم على شعور المعتمرين في المشاعر اثناء خدمتهم. مر علي موقف يعني أنا موقف لعضو معانا في المبادرين، قال أنا لو أقعد في البيت سنة ما بتجيني الحسنات هذه من دعاوى الناس سبحان الله زي ما جاتني ذحين في خلال الأيام هذه. فهو كان مرة يعني سعيد وفرحان يعني بشكل مو طبيعي. موقف ثاني كان لأحد المعتمرين خارج من الحرم، فكان مرة تعبان يعني تعرف الازدحام أول ما يخرج من التراويح ازدحام شديد. صحيح. فلما شاف بس رذاذة الموية جات كذا وقف عندها زي ما بتقول الحياة رجعت له خلاص. زي ما بتقول الحياة رجعت له شوية كذا، طالع فينا ارتاح، قاعد يدعي للشباب. بعدين بعد عنهم شوية وزاد رجع لهم، قال أنا بأتصور معاكم، أتصور معانا. بعدين قال أنا بأشارككم الأجر. يا سلام يا سلام. اعطانا الرذاذ وخلانا يرش على المعتمرين الثاني. يا سلام يا سلام. فكان هذا يعني هذا افضل موقع، افضل موقف شفناه. طيب تعرفنا عليهم اليوم. الله يجزاك خير عبد الله. يوسف ايش بتضيف ما شاء الله على الدراجين؟ السلام عليكم جميعا.
حاجه انه في ادوات سلامه للشباب. طبعا احنا عندنا من الاساسيات كدراجين اول شيء وسائل السلامه، من ضمنها الخوذه، من ضمنها الاضاءات، هذه في تماريننا، في طلوعنا، في اشياءنا كلنا، من ضمنها قفازات، من ضمنها اشياء كثير. بالنسبه للمبادره، طبعا اخترنا المبادره تكون جنب الحرم. الدراجه وسيله جيده للوصول للمناطق هذه، يعني اسرع من السياره، اسرع من اشياء اخرى. صحيح. مبادرتنا كانت مقسمه لثلاث اشياء: تلطيف الجو للمعتمرين، طبعا كان في عندنا ورديات في النهار في العصر، كان في عندنا مجموعات في الليل اثناء التراويح بعد الخروج من التراويح، في عندنا كمان ارشاد التائهين، وفي عندنا الاسعافات الاوليه. اغلب الوقت نكون بالرش بالرذاذ. طبعا العبوه تقريبا 9-7 لتر وشويه، لما تشيلها يكون حمولتها تقريبا 8 كيلو. الدراج فينا بيشيل الشنطة هذه تقريبا 4-5 ساعات، وكل ما تفضى طبعا يرجع يعبيها. نحرص انه الموية اللي تعبى لازم تكون باردة، لو ما كانت باردة نجيب ثلج ونبرد الموية. يا سلام. طبعا الشعور وانت والتعب هذا، والشعور وانت قاعد ترش الناس، بيجوك المعتمرين حرارة لما يشوف الرذاذ البارد هذا يتوجه إليك حتى البعيد، يعني في بعضهم يكون مسافة 5 متر 7 متر يشوف ما شاء الله إيش ده رذاذ بارد يقرب. في واحدة، في بعضهم جاء توضى قدامي كده والرشاش وتوضى وضوء كامل كمل طريقه ما شاء الله. من ضمن ال... تقول حاجة أخيرة تختم؟ لسه في إضافات لسه. يلا أختم. من ضمن الحالات وأنا واقف بارش، طبعا الدعاوي وأنت ماشي ما شاء الله تبارك الله، جاني واحد قال لو سمحت تعال في حاجية بعيدة هناك ومحتاجين انك توصل عندها. طبعا بدون ما اتأخر اخذت شنطتي، معايا ماية باردة للشرب، معايا مناديل، معايا الرذاذ، وصلت عندها. مرحبا يا والدة، قالت معلش رش علي شوية موية باردة، رشيت. مجرد ما بدأت الموية الباردة تلامسها بدأت بالانتعاش، اعطيتها موية باردة تشرب، اعطيتها مناديل، وفرنا لها كرسي جلست عليه، في خلال 3 دقائق الحمد لله قامت ورجعت كمل الطريقة. ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم، وجهود كبيره تقدموها. حتى الاعمال هذه بعض الناس يمكن يحس هي بسيطه فعلا في الاداء، لكن لها اثر كبير على ضيوف الرحمن. فعلا هي بسيطه، وزي ما انت شايف اللمبات هذه دراجين مكه ما قصرتوا. والله يبيض وجهكم، حتى اثرها ممتد. يعني في البعض لما شافنا قال يا اخي كيف نسوي زيكم؟ يا سلام، ورونا ايش المحتوى، ورونا كذا، اخذ الفكره، قال ان شاء الله انا حقتبسها منكم وحطبقها في اماكن. ولكم الاجر، لكم الاجر باذن الله. حياكم الله، استريحوا. الان معنا محمود. محمود من مكانك كعضو في مركز اعلامي في شباب مكه، اعطينا كذا حاجه عن شيء تقدمه في هذا المركز. اولا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذه الليله في هذا البرنامج المبارك. طبعا البرنامج له صفحات كثيره، او صفحات في المركز او التواصل الاجتماعي عندنا في تويتر وانستغرام وفيسبوك وسناب شات. يا سلام. ساهم البرنامج في نشر ثقافة تعظيم البادي حرام عبر الوسائل الإعلامية لأكثر من 3 ملايين مستفيد. ما شاء الله ما شاء الله. فأنت من خلالك أو كمستخدم لهذه المواقع تستطيع أن تدعم المشروع يدكم عند البيت، سواء بتغريدة أو بمنشور وأنت في مكانك. فالحمد لله الذي وفقنا في أو لخدمة مكة وفديها، ف جزاكم الله ما شاء الله تبارك. فعلا الان نحن في عصر الاعلام وزمن السرعه كما يقولون، وكثير من الناس قد لا يستطيع ان ينزل الميدان ويخدم، لكن ربما بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي يوصل يعني هذه الفكره وهذه الخدمه لضيوف الرحمن. حتى كثير من الحجاج قد يفيدون الى مكه وياخذ معلومه انه في شباب ترى يخدمونك في الطائفين، وفي شباب يخدمونك في ارشاد التائه، وفي شباب يخدمونك في الاسعافات الاوليه وغيرها. فمن يريد التواصل معنا عندنا بمجرد ما يكتب شباب مكة في البحث يطلع له جميع المواقع ويستطيع أن يتواصل معنا. الناس اللي فعلا يبغوا يشوفون يعني هذا شيء بسيط شفناه اليوم، لكن في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامج شباب مكة، شباب مكة في كثير من الصور والمقاطع والقصص اللي قدموها شباب مكة في الميدان. يعني احنا كنا سعداء جدا بوجودكم معنا، ونقول فعلا هذول شباب مكة هم يدنا فعلا عند البيت. صلى الله عز وجل أن يوفقكم ويسددكم ويزيدكم إن شاء الله من فضله. خلاص نختم هذا اللقاء، جزاكم الله خير، إن شاء الله نلتقيكم في مناسبات قادمة ولقاءات قادمة. شكرا شباب مكة، تفضلوا معنا. حياكم الله، شكرا لكم، جزاكم الله خير. السحور تفضلوا معنا على السحور. يلا حياكم الله.
حياك الله جميعا. درجة معينة شباب، نبي صورة جماعية الله لا يهينكم. يلا حياك الله، شرفونا بصورة. لحظة رضا وسرور على الأمل بنعود والمكسب الجمهور.